يخلص. انتوا مين بقى؟ انا الامير ابو اسعد الحمراوي، امير المؤمنين في دارنا وخليفة المسلمين اللي جاي. انا اللي بأمر وبنهي. هتفتح على نفسك ابواب جهنم. توكلنا على الله. انا اللي بأمر مني احيي واميت. انتظر لي اوامر يا فندم. العربيات تبقى خردة بالسلاح اللي عليها. انا جاهز يا فندم. الله 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 الله. على خزنتك. اللي فيكم عايز يسلم نفسه لكلاب النار اللي بره يغور. منين من مصر يا علي؟ انا مش سيد. والله لا شرفت. الشخص هذا نصاب. الله اكبر. انتوا هنا لاسعاد وامتاع الاخوه المجاهدين. لازم العالم كله يعرف ان ال20 مصري اللي ماتوا ليهم اهل مش هيسكتوا. كل ارهابي على ايده نقطه دم مصري ما يطلعش عليه صوت. تعرف ايه هي عقوبه الخيانه في الاسلام؟ والله عندنا في الاسلام عقوبه الخاين القتل. انتوا عندكم ايه الاخبار؟ زي ما هتروحوا كلكم زي ما ان شاء الله هترجعوا كلكم.